كما يعلم الجميع وكما يعلم الرأي العام، فإن هذا المشكل ديال التربية غير النظامية أو الأساتذة التربية غير النظامية سابقا الذين تم إدماجهم عبر دفعات ابتداء من 2008 وكان آخر فوج 2011، كما كتعرفوا هذا الملف هذا هو بين الملفات التي بقيت لحد الساعة عالقة. قلت من ابتداء من 2008 ونحن نناضل من أجل هدف أساسي ووحيد، وهو احتساب سنوات اشتغال في التربية غير النظامية في الأكاديمية العامة وفي التقاعد إسوة بالمعلمين العرضيين. وكما تعلمون فإن لحد الساعة ليس هناك حل جذري لهذا المشكل، فبالله عليكم فيمكن لشخص أن يشتغل لمدة 10 سنوات في التربية غير النظامية وبالمقابل يشتغل 10 سنوات كموظف عمومي، وحينما يحال على التقاعد كيخرج بواحد التقاعد زهازيل. علاش؟ لان تحسبت لي فقط ديك السنوات العشر ديال كوظيفه عموميه، في حين ان 10 سنوات التي تشتغلها في التربيه النظاميه لم تحتسب ولو بيوم واحد. لذلك نحن استبشرنا خيرا بالصراحه في اخر اتفاق اللي كان بين الوزاره والنقابات الاكثر تمثيليه، اتفاق 14 يناير 2023، حينما تم الاشاره باحتساب سنوات التقاعد للاساتذه العرضيين والوضعيات المماثله، ونحن من الوضعيات المماثله للعرضيين. ولكن الاشكال اللي عندنا اننا لحد الان كنشوفوا واحد التماطل، كنشوفوا عدم تنزيل هذا الاتفاق هذا، لان احنا الصراحه ما فينا ما يزيد اكثر من هذا الشيء. نحن هنا الان للمطالبه بتفعيل هذا الاتفاق ديال 11 يناير اللي من خلاله العرضيين غتسوى الوضعيه ديالهم وحتى الفئات المماثله، ونحن هي الفئه المماثله. نتمنى من الوزاره تسرع بتفعيل هذا الاتفاق حتى نتمكن في الخروج في التقاعد في ظروف لا باس بها، لان الاغلب كما قلت اغلب الاساتذه في سن ادمجوا في سن مبكره وسيتقاضون تقاعدات هزيله.